إذا قيل ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شج في غزوة أحد وكسرت رباعيته وهي سنه قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ودعا صلى الله عليه وآله وسلم باللعنة على ثلاثة وهم سهيل والحارث بن هشام وصفوان ابن أمية دعا عليهم باللعنة فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك من الأمر شيئا بل إنه لا يعلم الغيب ادعى على هؤلاء الثلاثة باللعنة فأسلموا ولو علم أنهم سيسلمون ما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك من الأمر شيئا فكيف يستغاث به؟ كيف يدعى من دون الله كما يفعل عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذا فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ملك مقرب. فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بمن يعبد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟